اليوم السعودية آل سعود المجرمين أبشع خلق الله في الأرض وأسوأهم على هذه الأرض، يرتكبون جريمة بشعة تجاه إخوتنا في اليمن، والعالم كله يلتزم الصمت خشية من السعودية. ألا لعنة الله على آل سعود، ألا لعنة الله على آل سعود الذين يرتكبون الجرائم ويقتلون في البحرين ويقتلون إخوتنا في اليمن ويحرقون سوريا ويدمرون العراق وباكستان وأفغانستان ونيجيريا. اليوم آل سعود هم رأس الحربة في الأمة ليقاتلوا الإسلام باسم الإسلام. لذلك كان ينبغي علينا أن نقف في وجه آل سعود وأن نتحدى آل سعود وأن نهتف ونصرخ في وجه آل سعود وأن نرفع صوتنا بالموت لآل سعود. الموت لآل سعود، الموت لآل سعود، الموت لآل سعود.